هذا وعقدت يوم أمس الجولة السادسة من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في مملكة البحرين ووزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند. وعقدت جولة المشاورات برئاسة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، فيما ترأس الجانب الهندي سعادة الدكتور أوصاف السعيد وكيل الشؤون القنصلية والجوازات والتأشيرات وشؤون المغتربين في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند. وتم خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية، وتبادل الخبرات والتنسيق في المجالات الأمنية وعلوم الفضاء، إلى جانب مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.